من وحي البيان تفسير للقرآن ذكر من الرحمن هدى من حكيم للإنسان تأمل في الآيات تدبر في الأحكام شرح وتفسير تعلم وتحبير من وحي للبيان تفسير تفسير للقرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الأفاضل، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا تفسير وبيان. اليوم موضوعنا سيكون سورة الليل، نقرأ السورة مع بعض. تفسير للقرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إنا علينا للهدى وإن لنا للآخرة ولولا فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم. تفسير للقرآن. إذن مشاهدينا، أقسم الله سبحانه وتعالى بالزمان الذي تقع فيه أحوال العباد وأفعالهم فقال: والليل إذا يغشى، أي يعم الناس فتنتشر ظلمته ويسكن كل إلى مأواه ويستريح الناس من الكد والتعب. والنهار إذا تجلى، أي ينتشر ضياؤه على الناس فيباشر في أعمالهم وقضاء مصالحهم. وما خلق الذكر والأنثى، إذا كانت هنا ما موصولة فإنها تعني بأن الله يقسم بنفسه الكريمة بأنه خلق الذكر والأنثى وكرم الإنسان، ومن حكمته وعظمته أيضا أنه خلق الحيوان وجعل منه ذكرا وأنثى. تفسير للقرآن. إن سعيكم لشتى، أي إن سعيكم أيها المكلفون لمتفاوت تفاوت كثير. فأما من أعطى، من أعطى هنا أي من قام بالعبادات المالية كالصلاة والنفقات والصدقات. واتقى وصدق بالحسنى، أي اتقى الله سبحانه وتعالى وآمن بلا إله إلا الله محمد رسول الله وبجميع الشرائع الدينية. فسنيسره لليسرى، أي سنسهل كل أموره الدينية والدنيوية
ويعني كل صعوبة يمر بها سنسهلها له. وأما من بخل واستغنى، أي من لم يقم بجميع العبادات المالية واستغنى عن ذكر الله سبحانه وتعالى وطاعته، فسنيسره للعسرة، أي نجعل جميع أحواله عسرة. وأما من بخل واستغنى، أي من لم يقم بجميع العبادات المالية واستغنى عن ذكر الله سبحانه وتعالى وطاعته، فسنيسره للعسرة، أي نجعل كل أحواله عسرة ونيسر له الشر في كل مكان. وما يغني عنه ماله إذا تردى، هنا المال الذي بخل به واستغنى عنه لن يغني عنه شيئا إذا هلك ومات. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة ولولا، هنا الهدى طريق يوصل إلى الله والضلال طريق مغلق. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، هنا سبحانه وتعالى يصف أو يخبر بالنار الموقدة. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، هنا هذا الأتقى يزكي نفسه ويطهرها من الذنوب. إذا مشاهدينا نصل إلى ختام حلقتنا لنهار اليوم، نلتقي في حلقات أخرى بحول الله، السلام عليكم. تأمل في الآيات، تدبر في الأحكام، شرح وتفسير، تعلم وتحبير. من وحي للبيان، تفسير للقرآن.